ايه مش قد الدبل ووبر؟ اتكلم بتاع الموتزوريلا ستيكس. الأتزوري بياكل باستا بالكواترو فورماجيو، لعبهم حلو وسلس زي لحمة الكارباتشو. العالم كله بيستعجب من لاروخا ولعبهم، أصلها مش بس رياضة، دي بتجري جوه في دمهم. دي الكورة في أسبانيا دروس كلها مستفادة، سنة ورا سنة بطولات، ده الفوز بقى عادة. إيطاليا اللبس والشياكة، أسبانيا اللعب بشياكة، استاموس توكاندو تيكي تاكا تيكي تاكا. التيكي تاكا دي تبقى لمؤاخصة اسمها في الهوية، روح العب بعيد أنت وهي يا بتوع البايية. يا زميلي ده ما يمشيش مع دفاع الكاتاناتشو، لو ناسيو روح اتفرج على الكوبا والكالتشو. أساتذة الكونتروبيدي، الهجمة المرتدة وحطلي شد عالدالية تلميذ لسقطك المد. صدق ضحكتني، دول شالوا أربعة في الفاينل واديك فكرتني. يا عم دي حاجة ما بتحصلش غير مرة في الزمن، وأي زمن. دي كانت حفلة شاي بلبن، يا شقيق ده احنا الأسبان. يعني السرعة في الأداء، يعني الاستحواذ اللي يخليك لكرة تشتاق. وإحنا الأتزوري يعني لعبك أنا أريو، عندنا المايسترو بيخدم على السوبر ماريو. وإحنا لباربا رخة والموتور وسحر الإلوجينيستا والماتادور. عشرة 11. طيب عندك زي مونيكا؟ بصراحة لا. طب انت عندك زي ماريا؟ برضو لا. طب تصدق في سيب بفكر اطلع سيفيا، وانا كمان بفكر اطلع فلورنس وفينيسيا. يبقى نكمل كلامنا لما نرجع. ديل ديل، ما هو كله هيبان بعد صيف البرازيل.